وصديق الشرق طارق البخاري هند العلا ناصر الحافظي مسكيس حسين الاستاذ جمال الاستاذ مجدر والاستاذ علي الحراوي اللي كنا شاركنا هذه التجربه جد جميله تجربه فنيه محضه اللي ان شاء الله غنشوفوها في خويتها هذه الاشياء هذه كانت انا الفيلم رقم يعجبكم وشكرا قبرك عيد ولا بشير والدي تزيد في عليك وانا راه ما تعني مواد على كل شوف اولا فاش تصيفط لي السيناريو يعني احنا صورنا الفيلم في شهر 10 انا تصيفط لي السيناريو تقريبا في شهر 2 فمن شهر 2 وانا كنقرا في السيناريو صراحه قريته المره الاولى وقلت سان فيلم زعما اللي يقدر ينجح ويقدر يكون مزيان مي القراءه الثانيه والثالثه كيكونوا مغايرين للقراءه الاولى والاولى فقط ففاش قريت القراءه الثانيه والثالثه ومعيه الممثلين والمخرج اقتنعت بالدور بزاف بزاف واقتنعت بالفكره ديال الفيلم كفكره جديده كفكره اللي طوندونس كما بغينا نقولوا فكره التعايش ماشي فقط الديني ولا الاسلامي ولا العراقي اكثر ما هو فكره التعايش الانساني فلوغول ديال رقيه وراجلها حمدان سانغول اللي كان قريب لقلبي بزاف بزاف اللي شفت فيه سكينة تقريبا شفت فيه حياتنا كيفاش كيخصها تكون فلوكوب اللي كان معايا ديال طارق البخاري ولا الممثل الجميل طارق البخاري الصديق والاخ ديالي كيعطيني واحد الاريحيه في الخدمه ما يمكنش انكرويابل كما لا ديريكسيون ديال عمر غفران حتى هي كانت جد جميله وتوفقنا الحمد لله في اننا نصوروا عن فيلم اللي عجبنا واللي كنا شفناه قبل في ديماكيت من اليوم احنا اول مره غنشوفوه معكم كصحافه وكجمهور فنتمنى انه يعجبكم ويرقكم ويكون مجهود ما ضاعش هكاك في الخاوي صراحه شوف ما كانوش صعوبات كثيره قد ما كانوا صراعات ما بين المخرج والممثل على لو بيان ديال الفيلم فضروري كيكون داك التضارب ما بين الممثلين ما عرفتيش غدير قول هادي لا ومزيان الا بدلتي هاد الغيبليك بهاد الغيبليك وشنو بان لك في هاد الكوستيم وشنو فكانت روح ما غاديش نقول التنافس ولكن كانت روح تنافس وحده على لو فيلم كله هو وعلى العمل انه يطلع مزيان اللي غادي يكونوا فيه وجهنا حنا كاملين لا مخرج لا ممثلين لا تقنيين دابا انت هضرتي لي على الكواليس ديال الفيلم الكنز هو راه كله كواليس ف كانوا معنا ممثلين تبارك الله راه اهرام الكوميديا سي جمال ديال العباب سي ناصر المدغري طارق البخاري ما يمكنش هادو تكون جالس غير كتغدى معاهم وما تضحكش ولا ما تقولش شي نكته ولا هذا فكنتفكر واحد الطريفه كانت وقعت لينا مع اللي غيلعب لو رول ديال الفقيه الحسين كان عند طارق واحد اللقطه انه غادي يهزو باش يقلب على الفلوس فكيهزو كيسوس فعلا كيطيحوا منه الفلوس ما عرفناش واش فلوسه حقيقيه ولا فلوس تمثيل المهم هذيك اللقطه كانت خلاتنا كنموتوا بالضحك وغتشوفوها حتى هي في الفيلم فملي عجبات المخرج صورها حقيقه اللي غنبغي نقول للناس اللي غادي يجيو يتفرجوا في فيلم الكنز ما غاديش تخسروا ما غاديش ندموا انكم جيتوا تفرجوا في الفيلم ديال الكنز غادي بالعكس تاخذوا منه رساله اللي هي رساله ديال التعايش رساله ديال الاخوه والمحبه فيلم كوميدي غادي يفوج عليكم من بعد ما عشنا ظروف لا حول ولا قوه مع كوفيد ولا مع هذه الجائحه اللي كنتمنوا ان شاء الله ان ربي يرفعها علينا في اقرب وقت فكان فالفيلم ديال الكنز جا مع كما تنقولوا مع جمع افتتاح قاعه السينما فجا فيلم الكنز فما غتندموش الا جيتو وشفتو فيلم الكنز كندعيكم من هذه المنابر هادو رسالتي للحكومه الجديده الله يوفقكم الله يعاونكم وكنتمنى ان الحكومه هي داخله بتغيير فشفنا حنا يعني باقي ما تشكلاتش الحكومه وبدينا كنشوفوا شي حوايج اللي كطمئن النفسيه فكنقول لهم الله يحسن العوان ماشي شي حاجه سهله انك تسير حكومه وانك تسير بلاد على قدها فالله يعاونكم ومرحبا بكم